بداية اسمحوا لي بدي أطول عليكم شوي سيدة. مساء الخير للجميع ولكل الصحافة الموجودة معنا. اليوم لي الشرف إني أكون معكم وأجلس جنب اللجنة الكريمة مع أستاذ نازل. حلم من أحلامي كنت إني أشوف فنان. الحمد لله اليوم أنا قريب منكم كثير وقاعد بينكم. وبدي أقول لكم إنه أنتوا لكم فضل كثير كثير كبير علي وعلى كل المشتركين. برغم إنه دائما كنتوا بتعطونا الكومنتس والتعليقات اللي العالم كثير بتاخذها بشكل ثاني وبشكل إنه لا بتحاربوا يعقوب، لا بالعكس. أنا من هون بدي أحكي إنه هذا الكومنت وهذا الانتقاد البناء لولا ما أجاني أنا ما وصلت لهون اليوم. وما كثفت جهودي لاني اصل لهون. هاي اول شغله. الشغله الثانيه بدي اشكر ام بي سي، وبدي اشكر كل شخص من اداره من كبير لصغير هون. بدي اشكرهم من قلبي على اللي قدموا لي اياه. وهالمسرح هذا له فضل كثير كبير علي، ما بعمري راح انساه. راح احمل هاي الرساله لانه معروف، حتى انه هلا دخل الشباب بيعطوني شغله خشبه من المسرح حطها ببيتي عشان ما انساها. وكمان كل العاملين بدي اشكرهم، وبدي اشكر الجمهور اللي حبني، اللي دائما اللجنه كانت تشيد فيه. بدي اشكرهم من قلبي، وبدي احكي لهم انتوا راس مالي، وهذا النجاح لكم مش لي. وبدي اتمنى التوفيق والخير لكل المواهب اللي شاركت في ارب ايدل. واليوم مضبوط انا يعقوب من بيت لحم ابن فلسطين، ولكن اليوم انا يعقوب من كل شخص حبني وكل شخص آمن فيه من البداية وصوت لي ودعمني. بشكركم من قلبي.